تلبية لدعوة رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتشنغ، ستقوم مستشارة الدولة لجمهورية اتحاد ميانمار أون سان سوتشي بزيارة رسمية للصين ما بين 17 و21 من الشهر الجاري، وتتولون منصب مستشارة الدولة وهي المرتبة الثانية بعد الرئيس وقبل القادة الآخرين حسب الترتيب التشريفي لوظائف أجهزة الدولة في ميانمار. وتعتبر زيارتها الأولى من نوعها التي يقوم بها قادة ميانمار للصين منذ تأسيس الحكومة الميانمارية الجديدة. هذا ومن المقرر أن يجري القادة الصينيون لقاءات ومحادثات مع سون سوكي من أجل تبادل الآراء حول العلاقات بين البلدين والقضايا محل الاهتمام المشترك، فيما تتمتع هذه الزيارة بأهمية خاصة في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وميانمار.